أول رد مصري عاجل على إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثالث، ومسؤول مصري يفتح النار على أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا. ننشر التفاصيل. وبسبب السقوط الوشيك لأبي أحمد، الكيان الصهيوني يحذر من إثيوبيا. وعاجل في خبر صار للجميع، كشف عن أول أيام رمضان 2022 في جميع الدول العربية. وعاجل ننشر تفاصيل إحالة أوراق أب اغتصب بنته 3 مرات للمفتي. ومفاجأة، 3 مصريين بينهم محمد صلاح أفضل تشكيل في تاريخ إفريقيا. ننشر لحضركم التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا وأخبارنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معنا. وأول رد مصري عاجل على إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثالث. قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إن سد النهضة لا يشهد جديدا في الوقت الحالي، وذلك تعليقا على الأخبار المنشورة بشأن بدء إثيوبيا في وضع جدران خرسانية وتعلية الممر الأوسط لسد النهضة، وذلك استعدادا لإجراء الملء الثالث. عبد العاطي أضاف خلال مداخلة هاتفية كان عاملها مع صالة التحرير اللي تقدمه الإعلام عز مصطفى على صدى البلد إن إثيوبيا لم تنتهي من الملء الثاني لسد النهضة حتى الآن، ولم تولد كهرباء حتى اللحظة. أكد إن السد بيعاني من مشكلات فنية تم عرضها في أسبوع القاهرة للمياه. أشار إن الوضع الداخلي الإثيوبي يعاني من اندلاع حرب أهلية، متابعا الوضع ما زال متجمدا بملف سد النهضة ولا يوجد فيه جديد نقول للمواطنين. أعلنت وزارة الخارجية السودانية في تصريح تناقلته وسائل الإعلام عن بدء إثيوبيا في وضع جدران خرسانية وتعلية الممر الأوسط لسد النهضة، وذلك استعدادا لإجراء الملء الثالث لسد النهضة. تأتي تلك الخطوة كتطور خطير لأزمة السد الإثيوبي في ظل تعثر المفاوضات وعدم التوصل لاتفاق ملزم وعادل مع دولتي المصب قبل إكمال السد، الذي سيحدث كارثة لكل من مصر والسودان حال عدم الاتفاق وفقا لخبراء المياه. مصدر معانا كان من صحيفة الشروق. أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. مسؤول مصري يفتح النار على أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا. وأكد الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أصبح مهتز ومرتبك وتصريحاته غير متزنة بسبب التقدم السريع لقوات تجري نحو العاصمة أديس أبابا لإسقاطه. أكد أن العاصمة مهددة بالفعل والطريق مفتوح أمام قوات تجري. أضاف الدكتور هاني رسلان خلال حوار ببرنامج حديث القاهرة مع الإعلام إبراهيم عيسى على قناة القاهرة والناس أن أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا يطالب السكان بأن يحملوا الأسلحة ويرخصوها للدفاع عن أنفسهم أمام تجري. أكد أن الطريق الآن مفتوح أمام تجري، والحركة ستكون سريعة خلال الأيام القادمة وستستغرق 1 أو 2 فقط. أشار الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية للحكومة الإثيوبية تقر بصعوبة وضعها الآن أمام تقدم قوات تجري، واعترف بوجود تهديد حقيقي على الدولة وفق ما أعلنته وزارة العدل بأن ما يحدث الآن تهديد وجودي للدولة، وهو ما ينعكس في تصرفات أبي أحمد. وضح أن جذور الصراع المسلح الحالي في إثيوبيا يعود لعام 91. مصدر معانا كامل اليوم السابع، وفعلا يعني أيام قليلة، نقدر نقول ساعات قليلة ونسمع عن أخبار سقوط أبي أحمد. طبعا كإثيوبيا كشعب نتمنى له الخير، ولكن يعني الحكومة الإثيوبية يعني غير عادلة. فطبعا أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وبسبب السقوط الوشيك، كيان الصهيوني يحذر من إثيوبيا. أصدرت وزارة خارجية الكيان الصهيوني تحذيرا للمواطنين من السفر لإثيوبيا على خلفية إعلان حكومة أبي أحمد حالة الطوارئ العامة في إثيوبيا
بسبب تقدم قوات تيجري والأورومو تجاه العاصمة أديس أبابا. ولعلم أن جبهة تحرير تيجري ليست وحدها التي تقوم بالزحف للعاصمة، يعني انضم ليها جبهة تحرير الأورومو، وهذه الجبهة مناهضة لجبهة تحرير تيجري، عملوا تحالف لإسقاط أبي أحمد والدخول للعاصمة والسيطرة على عاصمة إثيوبيا. جاء في بيان وزارة الخارجية الكيان الصهيوني الحكومة الإثيوبية في 21/11/2 حالة الطوارئ العامة بسبب تصاعد الاعتداءات في البلاد. في ظل ذلك قد تكون هناك اضطرابات وقيود على الرحلات الجوية وحركة المرور والوصول والاتصال وتوفر الغذاء. أضاف البيان: توصي وزارة الخارجية المواطنين المقيمين في إثيوبيا بالنظر في تقصير إقامتهم واليقظة ومتابعة سير القتال هناك والوضع في العاصمة الإثيوبية بشكل خاص. في وقت سابق أعلن جيش تحرير أورومو المتحالف مع جبهة تحرير تيجري في إثيوبيا أن الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا بات قريبا جدا ومسألة أشهر إن لم يكن أسابيع أو أيام. نقلت وكالة فرانس بريس عن جيش تحرير أورومو تأكيده بأن مقاتليه دخلوا إلى عدة مدن في جنوب كومبلوشا بينها كيميسي على بعد 320 كيلومترا من العاصمة الإثيوبية. مصدر معنا كان من صحيفة صدى البلد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. هذه كانت يعني في الوقت الحالي آخر الأخبار عن إثيوبيا وخصوصا سد النهضة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وخبر صار حقيقي معانا للجميع، كشف عن أول أيام رمضان 2022 في جميع الدول العربية. أظهرت دراسة أجراها تقصى العرب أن رؤية هلال شهر رمضان 2022 1443 هجريا ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 إبريل 2022، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الاقتران المركزي سيحدث فجر يوم الجمعة 1 إبريل على الساعة 3:24 دقيقة صباحا بتوقيت مكة، وسيمكث القمر في سماء مكة بعد مغيب الشمس 15 دقيقة، وسيكون عمر الهلال قرابة 15 ساعة، ما يعني أن رؤية الهلال ستكون ممكنة. وعليه من المتوقع أن يكون يوم السبت 2 إبريل 2022 هو بداية أول أيام شهر رمضان في كافة الدول العربية. مصدر معنا كان من صحيفة طقس العرب. يعني كل عام وأنتم بألف خير، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين أن احنا كلنا بننتظر يعني رمضان بفارغ الصبر، ولما بينتهي تحس ان في حاجة كده يعني اتسحبت منك، حاجة جميلة اتسحبت منك، فدايما بنتمنى يعني وصول رمضان بسرعة. اترك لحضراتكم التعليق وننتقل لخبر اخر معانا. وعاجل ننشر تفاصيل احالة اوراق اب اغتصب بنته 3 مرات للمفتي، وقضت محكمة جنايات المنصورة باحالة اوراق الاب المدان باغتصاب بنته القاصر ومواقعتها 3 مرات وتهديدها في حالة كشف أمره إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه. وتداولت هيئة المحكمة القضية في جلسة سرية واستمعت لأقوال المجني عليها وشقيقتها ووالدتها وعمها والطبيبة الشرعية لاستيضاح تفاصيل الواقعة وملابساتها. أكدت المجني عليها التي لم تبلغ 18 من عمرها في أقوالها أنها كانت نائمة في غرفتها مع شقيقتها، وكانت والدتها في عزاء جدها بمحافظة كفر الشيخ، واصطحبها والدها إلى المستودع الذي يعمل فيه واعتدى عليها رغما عنها وهددها بالبطش بأمها وشقيقتها في حال إخبار أحد، وكرر فعلته معها 3 مرات. وقالت شقيقتها التوأم أنها علمت بالواقعة من شقيقتها الصغرى التي شاهدت الواقعة، وأنها أخبرت زوجة عمها حتى تخبر عمها وتبعد أباها عن شقيقتها التي ظلت تبكي فترات طويلة، وهو ما أكدته الشقيقة الصغرى. وأكد العم أقوال بنات شقيقه وقال: عندما أخبرتني زوجتي أخذت الفتاة للطبيب للتأكد من عدم حدوث أي شيء لها، ولكني لم أجد، ولكن عند عودة أمها أخبرها البنات بما حدث فاصطحبتها لطبيبة أكدت أن هناك محاولة للمواقعة الجنسية ولكن
غشاء البقرة سليم. وبمناقشة الطبيبة الشرعية والتي وقعت الكشف الطبي على الطفلة، أكدت أن هناك مواقعة جنسية كاملة تمت، ولكن غشاء البقرة الخاص بالطفلة لا يتم فضه إلا عند الولادة بعملية جراحية. وأكدت حدوث اعتداء جنسي على الطفلة يتطابق مع الوصف الذي قالته في التحقيقات. وانتهت المحكمة إلى إدانة الأب بالواقع والاعتداء الجنسي على بنت قاصر، وقضت بإحالة أوراقه لمفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه. لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، وإن شاء الله نتمنى يعني سماع قريب خبر إعدامه شنقا، لأن مثل هذه للأسف يعني هذه الأمثلة موجودة كتيرة في يعني المجتمع، وهذه الأمثلة شاذة، وعقابها الحقيقي والقوي والرادع هو الإعدام شنقا. فربنا يصبر البنت وأهلها، وإن شاء الله نتمنى سماع إعدام هذا الأب. يعني الواحد محرج إنه يقول عليه أب، هو شخص منه لله، ولكن إن شاء الله يعني القضاء المصري عادل ومنتصر دائما. ننتقل مع بعض الخبر آخر. في مفاجأة، ثلاث مصريين بينهم محمد صلاح أفضل تشكيل في تاريخ إفريقيا. وضع موقع جيف مي سبورت البريطاني أفضل تشكيل للاعبين في تاريخ قارة إفريقيا، والذي ضم ثلاث لاعبين مصريين على رأسهم جناح ومهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح. قام الموقع باختيار كل من حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري كأفضل حارس في تاريخ إفريقيا، وكذلك مدافع النادي الأهلي ومدير منتخب مصر الحالي وائل جمعة. ووضع محمد صلاح في مركز جناح الأيمن، وعلى اليسار زميله في ليفربول ساديو ماني، وهما اللاعبان الوحيدان اللذان ما زالا يلعبان حتى الآن من التشكيل الذي ضم لاعبين سابقين. عصام الحضري بمجرد تسمية مهاجم كوتيفوار الأسبق دروجبا للحضري كأفضل خصم له على الإطلاق، تم إبراز الحارس المصري والذي فاز مع الأهلي ومنتخب مصر بكل البطولات الممكنة ليصبح أكبر لاعب في تاريخ المونديال عندما ظهر بعمر 45 عاما في مونديال روسيا 2018. وائل جمعة كان حاضرا دائما في انتصارات مصر في كأس الأمم الإفريقية في ثلاث أعوام 2006 و2008 و2010، ويعتبر جمعة على نطاق واسع أعظم مدافع إفريقي في التاريخ، وفاز بلقب دوري أبطال إفريقيا 6 مرات مع الأهلي. محمد صلاح لم يكن سرا على الإطلاق أن المصري صلاح هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن بدايته المذهلة لهذا الموسم بتسجيل 15 هدفا في 13 مباراة فقط جعلت الجميع يجلس وينتبه. وتحدث الموقع قائلا: الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان اللاعب البالغ 29 سنة سيصبح الأفضل في إفريقيا بلا منازع، إلا أنه كبداية مضمونة هو من ضمن أعظم 11 لاعبا في القارة على الإطلاق. وجاء أفضل تشكيل في تاريخ إفريقيا على الشكل التالي. يعني إيه؟ يعني لو حبينا نعمل فريق كده من أفريقيا ونسميه الفريق الإفريقي مثلا ويلاعب الفريق الأوروبي، هنقول مثلا حراسة المرمى هكون عصام الحضري، عصام الحضري مصري الجنسية. الدفاع هيكون سامويل كافور ده من غانا، وائل جمعة هيكون من الدفاع برضو ومصري الجنسية، وتوريه برضو من الدفاع وده من كوتيفوار. خط الوسط بقى هيكون معانا ساديو ماني من السنغال، وعبيدي بيليه ده من غانا، ويايا توريه ده من كوتيفوار، ومحمد صلاح من مصر. الهجوم معانا هيكون وايا من ليبيريا، ودروجبا من كوتيفوار، وإتو من الكاميرون. هذا لو يعني احنا حابين نعمل فريق افريقي لعب مثلا الفريق الاوروبي او الفريق الاسيوي، هيكون هو ده افضل تشكيل بالنسبة للفريق الافريقي. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، والمصدر معانا كان من giveme.sport.com. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، ونتمنى ان شاء الله الخير والمزيد من النجاح لابن مصر محمد صلاح رافع راس مصر. ربنا يحفظه ان شاء الله، ودايما نتمنى ليه النجاح والتوفيق بإذن الله. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصري ميديا اي اي بي. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله. وأيضا كان معنا أبانوب، تحية طيبة لي المسؤول عن المونتاج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.